السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الأول، مرحبا بكم في درس جديد من دروس لغتنا العربية. هيا بنا إلى الجملة العلاجية. كلنا يكتب. رسم ماجد. كلنا يكتب. رسم ماجد. كلنا يصحح لنفسه. الدرس الأول يقول حمد: نحن نذهب إلى المدرسة في نشاط. نحن نذهب إلى المدرسة في نشاط. الدرس الأول يقول حمد: نحن نذهب إلى المدرسة في نشاط. هيا بنا نسأل بعض الأسئلة التي توضح لنا مضمون الدرس. السؤال الأول: ماذا قال حمد؟ ماذا قال حمد؟ من يجيب؟ تفضل يا عيسى. أحسنت. قال حمد: نحن نذهب إلى المدرسة في نشاط. قال حمد: نحن نذهب إلى المدرسة في نشاط. هيا بنا أبنائي إلى السؤال الثاني: كيف يذهب حمد إلى المدرسة؟ تفضل يا محمد. أحسنت الجواب. يذهب حمد إلى المدرسة في نشاط. يذهب حمد إلى المدرسة في نشاط. أرسم العلامة صح تحت الصورة المعبرة عن الدرس. هل هي الصورة الأولى أم الثانية؟ أين الصورة التي تدل على أن حمد يذهب إلى المدرسة في نشاط؟ الصورة الأولى أم الصورة الثانية؟ تفضل يا خالد. أحسنت الجواب. الصورة الأولى هي التي تعبر عن حمد وهو يذهب إلى المدرسة في نشاط. أقرأ وأكتب. نحن نقط إلى المدرسة. من يجيب؟ من يأتي بالكلمة الغائبة؟ من يأتي بالكلمة التي تكمل الجملة؟ أحمد. تفضل يا أحمد. أحسنت. نحن نذهب إلى المدرسة في نشاط. نحن نذهب إلى المدرسة في. تفضل يا شعوف. أحسنت الجواب. في نشاط. نحن نذهب إلى المدرسة في نشاط. أحسنتم الجواب. أقرأ وأرتب وأكتب. عندنا نحن وكلمة المدرسة وكلمة نذهب وكلمة إلى وكلمة في وكلمة نشاط. من يرتب هذه الكلمات ليكون جملة مفيدة؟ من يجيب؟ مصطفى. تفضل. أحسنت. نحن نذهب إلى المدرسة في نشاط. أحسنتم. نحن نذهب إلى المدرسة في نشاط. أركب وأقرأ وأكتب. عندنا حرف الجيم، حرف العين، وحرف الجيم، وحرف النون. من يركب كلمة من هذه الحروف؟ من يركب
كلمة من هذه الحروف. تفضل يا محمد. أحسنت. عجنة. عجنة. عندنا حرف النون وحرف العين وحرف السين، من يكون كلمة من هذه الحروف؟ علي. تفضل يا علي. نعس. أحسنت. الكلمة الأولى عجنة، الكلمة الثانية نعس. هيا نقرأ هذه الكلمات. عندنا كلمات من ثلاثة حروف، كوناها من الحروف التي درسناها. الكلمة الأولى نبتة، الثانية صنعة، الثالثة سكنة، الرابعة وزنة، الخامسة نالة، السادسة حنان، السابعة لنا، الثامنة نزعة، التاسعة منعة، آمنة عدن، ناعم أنامل، دنا. أركب وأقرأ وأكتب. عندنا كلمتان تحتوي كل منهما على مد بالألف، من يكون كلمة من هذه الحروف؟ عندنا حرف النون والألف المد والجيم والحاء، من يكون كلمة من هذه الحروف؟ تفضل يا عمر. أحسنت. ناجح. ناجح. عندنا حروف الجيم والنون والألف والنون، من يكون كلمة من هذه الحروف؟ عدنان. تفضل. جنان. جنان. أحسنت. الكلمة الأولى ناجح، الكلمة الثانية جنان. عندنا حرف الهاء والألف والجيم والراء، من يكون كلمة من هذه الحروف؟ تفضل يا عبد الحميد. أحسنت. هاجر. هاجر. الكلمة عندنا حروف النون والهاء والألف والراء، من يكون كلمة من هذه الحروف؟ نهار. تفضل. أحسنت. نهار، على اسمك نهار. أحسنت الإجابة. أكتب الكلمة الدالة على الصورة. عندنا سهم وسهم وسهم، من يأتي بجمع كلمة سهم؟ علي. تفضل. سهام. أحسنت. بجمع سهم سهام. أحسنت. من يقول لي ما هذا؟ تفضل يا عبد الله. هذا حرف النون. أحسنت. أحمد، وما هذا؟ أحسنت. هذا حرف النون، وهذا حرف النون، وهذا حرف النون، وهذا حرف النون. أصوات حرف النون، هيا بنا أعزائي نردد نشيد حرف النون. أنا حرف النون، عندي ثلاث حركات، نانوني. أنا حرف النون، عندي ثلاث حركات، نانوني. طبعا كلمة النون ينقصها حرف، ينقصها حرف النون. أنا حرف النون، عندي ثلاث حركات، نانوني. من يأتي لي بكلمات بها حرف النون؟ عبد الرزاق. تفضل. أحسنت. نصر.
من يأتي بكلمة أخرى؟ أسامة. نقرة، أحسنت الإجابة. فؤاد. نشرة، أحسنت يا فؤاد. محمد. نجم، أحسنت. نصر، نقر، نشر، نجم. عندنا كلمة نصر، هذه مكونة من حروف قصيرة، النون عليها حركة قصيرة، والصاد عليها حركة قصيرة، والراء عليها حركة قصيرة. وهنا ناصر، هنا نا حركة قصيرة، هنا نا حركة طويلة. وهناك فرق بين الحركة القصيرة والحركة الطويلة التي نسميها مقطع. عندنا كلمة ناصر تحتوي على مقطع مد بالألف، نا نصر، ناصر. نشر، ناشر. نجم، ناجم. نذر، ناذر. قصد، قاصد. أين مقطع المد؟ مقطع المد قا، مقطع مد بالألف. قصد، قاصد. جامع، جامع. أين مقطع المد؟ جاء. من يقرأ هذه الكلمة؟ تفضل يا ناصر. أحسنت، كتب. ومن يقرأ هذه الكلمة؟ أسامة. أحسنت، كاتب. أين مقطع المد في هذه الكلمة؟ إبراهيم. أحسنت الإجابة، ك، مقطع المد ك. ما نوع المد؟ مد بالألف. ركض، من يقرأ هذه الكلمة؟ إسماعيل تفضل. راقض، أحسنت. أين مقطع المد؟ أحسنت الإجابة، را، مقطع مد بالألف. هيا بنا أبنائي نطلق صواريخ المعرفة. الحرف الذي يشبه حرف النون، الحرف الذي يشبه حرف النون، نجده في الصاروخ الأول أم الصاروخ الثاني أم الصاروخ الثالث؟ تفضل يا ناصر. أحسنت الإجابة، الصاروخ الثاني. وانطلق الصاروخ إلى أعلى. الصوت الذي يشبه الصوت نو، نجده في الصاروخ الأول أم الصاروخ الثاني أم الصاروخ الثالث؟ من يجيب؟ تفضل يا علي. أحسنت الإجابة، في الصاروخ الثالث. إجابتك صحيحة. وانطلق الصاروخ إلى أعلى. الصوت الذي يشبه الصوت ني، نجده في الصاروخ الأول أم الصاروخ الثاني أم الصاروخ الثالث؟ تفضل يا سعد. الصاروخ الأول، أحسنت. مقطع المد في كلمة، مقطع المد في كلمة فاسد، أين مقطع المد؟ من يجيب؟ تفضل يا خالد. أحسنت الإجابة، أحسنت. مقطع المد في كلمة حارق، من يأتي لي بمقطع المد في كلمة حارق؟ حسام تفضل. أحسنت يا حسام، إجابة صحيحة.
مقطع المد في كلمة آكلو؟ عبد الله تفضل. أحسنت الإجابة، أحسنت الإجابة يا عبد الله. مقطع المد في كلمة كاملو؟ من يجيب؟ تفضل يا عبد الرحمن. أحسنت. مقطع المد في كلمة ياسر؟ محمد تفضل. أحسنت. إجابتك صحيحة. يا مقطع المد في كلمة هارب؟ من يجيب؟ أحسنت يا علي. مقطع المد في كلمة قادر؟ أجب يا أحمد. أحسنت. إجابتك صحيحة، مقطع المد قا. مقطع المد في كلمة باسم؟ من يجيب؟ أحسنت يا حسام. مقطع المد في كلمة شاكر؟ من يجيب؟ أشرف تفضل. أحسنت الإجابة شا. مقطع المد في كلمة ناصر؟ محمد. أحسنت. إلى هنا أبنائنا نقول وصلنا إلى نهاية حصتنا، أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.